أشوف شيء مسحور. معليش قول إيش تبغى؟ مسحور. مسحور. ننقل أشخاص. كذا كويس. هم ثلاثة أساكر فيه. لا هذا عبى بياناته. أصلا عبى بياناته. أنا أبغى هذا. كيا 35 03 02. حاليا بحالة أنت. فور أشخاص محمكم محم كايزر لون أسود على أشخاص اثنين. كم سبب معليك من الجنوب. تعال تعال جيبه جيبه عطنيه عطنيه بكل بسجوده وخذ لهنا ما تفصل المطور روح عند سره. تبغى انت وحدك طيب؟ تبغى صباح حليم متوجه؟ طيب جميع الوحدات الشغله توجه ولا الاسن 7؟ عفوا فكرتك بتقول توجهوا عند السره. فور الأشخاص اللي كانوا بالبداية يقعدون بالمستشفى. المجرمين كبير جدا. تنفور. أنا الشخص نقلته شخص صحيح؟ تنفور. هذا منهم؟ كلهم. تنفور وجه بس خلاص زرفور. لو في على عم بيت حيبيني اسمعي مني التدريب. أفع الحمد لله على سلامتك. تم محمد رمضان على سلامتك تمام تفضل ارفع يدك تعطيني نظارك بشكل سريع. بدخن دقيقه والله بدخن. ها ايش صراط لعبي ارفع يدك تعطيني نظارك يا واضر بشكل سريع. اي يا مواطن راح يتم تهزمك. ليه سلاح ناري ليه طيب ارفع يدك واعطيني نظارك. يا سلام عليك تمور بقى احد خلاص هذا تزعل يلا ولا تزعل تمام خلاص يلا قلبي شيب طلع سلاح ناري وحالتي حالة ما ادري ايش وضعه. تم القبض عليه قشر الاس بي دي السبب شوت فاير كذلك محاولة اسقاط عسكر. اي كلمة راح تقولها راح تنقلب ضدك في المحكمة لك الحقية بالالتزام الصب كذلك لك الحقية بطلب محامي في حال وجد. استلم طيب هد 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 لك الحقية بالالتزام الصب حبة 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 لاني انا ما سمعت وش قلت. حبة حبة يا اخي والله اني تعبت. اصلا العب بيناتك اسمع حبة حبة قلها مرة ثانية عشان اتذكر. قل تم القاء القبض عليك من قبل شرطه الان اس بي تي بتهمه شوت فاير كذلك محاوله اسقاط عسكر. اي كلمه راح تقولها طيب 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 بس برضه ابي محامي بالزنزانات في حال وجد يا ريال طلبوا محامي في حال وجد يا ريال فكني يا ريال لا ابي محامي يمكن محامي. يمكن ما يكونش في محامي ما يدخل لا ما يدخل ابي محامي استغفر الله والله انا جبت السيارات ما لي دخل ايضا تاكد من عدد المجرمين انا ما اشوف شيء يا طول العمر خليك لا تشوف شيء انت سمعت الحقوق اللي عليك لك الحقيه بطلب محامي في حال وجد ما عندك محامي انت تحامي عن نفسك بس الحين ثواني واحد اثنين ثلاث واحد راكب الان واحد ميت مصطفى في واحد سادس ويدا انا دخلت واحد يا لويس وين شخص الكم معك؟ شخص الحين عندي اربع سلام رسمي وينه؟ اللي اخذته مني وتسلم لي حطيته هنا وينه؟ حطيته هنا اللي لابس كرفته لا نقول لكم هرب ونقول لكم كل شيء لا كان هنا ايش رايك انت من الصمت انت؟ الحين ما كنا خمسه وين السادس؟ قاعد تفكري انا شو مسوي؟ التزم الصامت تحرك ولا لا؟ اصبر تروح لحالك واحد يجي يسقطك وياخذهم كلهم يا اخي والله للاسف اللي ورايا ده مسقط بالله يا عسكري بالله نزلني بموت من الجوع والله صدق والله انا عشاء اقدر اشرب ايوه لا شوف صحتك سحب يدك ارفع يدك لا تسوي شيء طول عمر انا ما اشوف شيء شايف الدنيا ظلام كيف اذا حطيته بعضله ستة تتحاسب لا يستاهل يا طول عمر ما اشوف شيء والله بياكل جالس اكل يا اصلع اسكت التزم الصمت ابشر سنت طال عمرك اصلع
هذا مين؟ هذا مين؟ طب انا ما اشوف شيء، اقول لك ما اشوف شيء. اصلا انا بعد ما اشوف شيء. انزق انت، انزق من وراك ما اشوف شيء، الله يقلعك. سكسوكت ذي يقول سكسوكت عنز. تعال فورد هولد شوي. انت ترى عندك نفسي. ما احنا دب انت. التزم الصمت يا ربي. حط التزه في راسي يا عسكري يا فاسد. ايه حط التزه في راسك. اقول لك ما اشوف شيء. تركت التزم الصمت. ما اشوف شيء. بتشوف شيء في المركز الحين. طب فكك والله ما راح افكك يا حبيبي، ما راح افكك، لا تحاول. يا عسكري يا صلع. لا تهيم علي التزه. انت كيف تشوف انت يا زق انت وراك؟ كيف تشوف؟ اسكت اسكتوا 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 اسكتوا. طب ودني المركز. هرب هرب الحق هرب. ما يروح ما يروح. طب الشوت فاير خارج المستشفى. طب اصبر اصبر، والله انك ريال، والله انك ريال. يعني نفسه دخل 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 يا ريال دخل 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 يا ريال يا ريال اذبن يا ريال، ما يشوفونك اذبن يا ريال اذبن يا ريال. الله يقلعك يا ريال. شخص شخص سنفور لا بيقوم 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 سنفور. اذبن اذبن اذبن. تعال 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 مره شخص صار بدبل عليه. تم قال القبض عليك قبل جرد الاذبن. اذبن على الفور توجه المركز. وينك؟ هلا شوف علينا عند الشخص هذا. ركبه عندي ركبه 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 السيارة. ما هو ربده ولا كذي درب الأحذية هذا. تعال يا مروان. سجل المركز الآن. تعال معك. زاحف صاحبكم زاحف. مو صاحب إذا ولا عارف. خمس أصلاً. خمس عساكر وراه ولا راديو. سكتوه شو؟ مسكتوه. أيوة دعس على سيارة رئيس الزق. كل الشر. يا طويل العمر. في يونت 65 موقعك في العمر اصلا. انت وين تهريه؟ على كم عسكري؟ طم طم الله ياخذكم طم. الله ياخذك انت يا اصلع يا فاشل. معي فور صحيح؟ يا اخي على يدي قدامك على يدي يا زق قدامك على يدي. الفور كودك سلامة. معليك محمد رمضان 22 25 عفوا. فور توجه الضوابط الخلفيه. كم فور حنين توجه؟ الله يقلعك الله يقلع العساكر كله يا اتمنى انك تخلي لسانك نفسك. اتمنى اتمنى يا اخي الله كيف كذا كيف 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 كذا كيف 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 مو بلازم تشوف شيء يا طويل العمر. انا ما اشوف شيء ما اتحرك بالمركز بتشوف بالمركز بتشوف مو بلازم تشوف. اسمعني يا طويل العمر، لا ارى لا اسمع لا اتكلم. يا عمي يا عمي انا متاكد انك راح تحطها بالزنزانه يا رمضان. تعال هذا زاحف انا هنا مالك. يلا يلا اتمنى اتمنى انك تفكني وترجع تكلم بشيء. أتمنى انك تلتزم الصبر ومعي هويتك. يعني جرب جرب بس تاخذ حبه جرب نكتك يعني تذكر ما يستخدم هذه. عندي هويتك. لا برضو برضو يستخدم في هذه الاشياء. ما عندك والله ما اشوف شيء والله. انا بدي استخدم هذه الاشياء الا يعني بس هذا باب ما يتقفل ليش؟ على الانفراد افضل عشان الازعاج ولا. طب يا طويل العمر انا ما اشوف شيء. ما اشوف ما اشوف يا اخي انطم يا اخي انطم. عنده سعر شوف ما اشوف شيء ما اتحرك. اسلوبك اسلوبك يا محمد رمضان مع الناس دوب. والله يا طويل عمر انه يسفل فيي والله. هذا شخص غير محترم حتى لو اسلوبك معه. اسلوبك لو سمحت انا دقايق وجهي بروح نادي اخوي وجهي. تروح نادي مين؟ هل هي المجرمين يتهاوشون؟ هل كان فايز بينهم؟ صحيح؟ اشتباك بين اللي فور اللي خارج الحالات يبي يضحك توجه الزنزانات الان. اه يا عيني بعد محمد العنزي والنعم استغفر الله العظيم واتوب اليه. افتح الباب يا لؤي. انت بليك ارثر انت ما ادري بليكس ارثر. انا لويس. انت لويس؟ نعم ايه الله نعم انزيت. ارفع يدك واعطيني ظهرك يا موال. طيب شرف سريع. ارفع يدك. محمد رمضان محمد رمضان محمد. هلا هلا يا عيون محمد رمضان. ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل. تدري ليه؟ لانك ظلمتني. تعال ظلمتك. تعال ظلمتك معي تعال. ظلمك ظالم. انا اسف. حسبي الله ونعم الوكيل وكفى. اسمع يا مواطن حط الراديو فقم عضله سته بسرعه.
تعال تعال خليك قريب هنا تعال يا مواطن. عيوني الغالي عيوني. حط الراديو في عضلة رقم 6. لا لا خلاص اشوف اشوف. حط الراديو في عضلة رقم 6 يا حبيبي. ايوه حاطه حاطه تعال معنا كذا. ما حطيته. روح حطه. الا حاطه الا حاطه. ما حطيته يا حبيبي موجود في رقم 3. يبديك تفتش تاخذه يعني ضروري خلاص خذه. ما ابغى انا ما ابغى الراديو ابغى اشوف رقم 6 حط الراديو حط الراديو في عضلة رقم 6 كلامي واضح. عندي شيء تشوف الراديو ثم خلاص شوف القسم. ما علي ولا شيء يا اخي تلف وتدور قاعد تلف وتدور احط الراديو رقم 6 عشان تدري ما رفعت انا رافع يدي ايش تبي وش سويته سيتيزن اي دي كم حقك حط الراديو في رقم 6 يا اخي لا في شيء رقم 6 ليش احطه اي خلاص هذا هو يا طول عمره طالب بفصل محمد رمضان الطالب بفصله اطالب بفصله ايش رايك بس تعال معي ببصمك اصورك بس عشان يا اخوي فتش ارحم لي اهلك فتش وطالب منك انك تحط الرقم تحط الراديو في حضره 6 لو ان ابشر طول عمرك رايح لو ان عضله رقم 6 فاضيه كنت حطيت صحيح فاضي انا حط فيها برقه يا اخي لا تلف وتدور لا تلف وتدور لا تحط الراديو في رقم 5 دور ما الف ودور حطيت الراديو انت في رقم 5 اي طيب روح حطه في رقم 6 قاعد اقول لك رقم 6 ما يفرق 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 يا طويل العمر ما يفرق بيفرق بيفرق ما يفرق والله ما يفرق يا طويل العمر ما يفرق ما يفرق لا تحلف لا تحلف ما يفرق لا ما يفرق ما يفرق ما يفرق يا حبيبي غير صحيح غير صحيح صحيح غير صحيح خذ الراديو وحطه في رقم 6 اخوي انت عنيد اي انا خلاص علي يرحم لي اهلي انا عنيد حط الراديو في رقم 6 عنيد ولا محمد اسمع تحطه في رقم 6 وكل ولا شو خلص علينا ايه رايك ولا شو حط العضله يا اخي حط السلاح رقم 6 لا تصدعنا اي سلاح قصدي الراديو ما عندي سلاح طيب حط الراديو في رقم 6 غير صحيح ما امشي على امرك انا لا لا هديه ايش ما امشي على امرك انا ايش يعني ما تمشي على حد يامرني انا ما حد يامرني حبيبي تحط سلاح رقم 6 ولا لا يا حبيبي احط سلاح راس تحسبني اخاف منك يعني حط الراديو في رقم 6 غير صحيح ما راح احطه وش اللي غير صحيح ما راح احطه فضي رصاص الحين فيك اللي هناك قصه صوت يا انت حط سلاح رقم 6 الراديو الله يهنس يا رقم 5 موجود ترى تحطه ولا لا غير صحيح يا ريال حط الراديو في رقم 6 يا اخي حط الراديو في رقم 6 يا مواطن ما راح احط شيء برقم 6 كيف اهمس يعني انت انت شوف خليك خايف على مش خايف على حياتك يعني مش خايف على حياتك بس شوف 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 خليك كلمت بكلم تعال تعال ايش تبغى يا طويل العمر شوف 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 خليني اكلمك موضوع الحين يا طويل العمر بس تسمح لي اطلع من الراديو الزق هذا والله زعج اطلع من الراديو اطلع عادي يلا اطلع انا مسكين يا طويل العمر عندي اولاد يا طويل العمر انا مسكين يا طويل العمر كنت اشتغل يا طويل العمر والله انا مسكين يا طويل العمر انا سويت شيء انا مسكين يا طويل العمر انا مسكين يا طويل العمر حط الراديو في رقم 6 ليش لا لا تخليني افرغ 18 رصاصه فيك كلها 18 بس والله انك كفر ايش يا طول العمر والله اشغلني ذا فتشني اربع مرات على الفاضي كل عمر اسمع 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 انا هقول لك حاجه تمام انا فتشته لقيت في شنطته سلاح جيت اسحب السلاح بيقول لي انه ايتم دزنت اكزيست يعني هذا الشيء مش موجود قاعد اخليه يحط الراديو في رقم 6 الشخص عنيد غير صحيح غير صحيح غير صحيح غير يوم فتش سحب من عندي كل شيء سحب من عندي كل شيء غير الراديو في رقم 6 اقول لك حاجه مش خايف على حياتك مش خايف على لا لا شوف شوف عسكري يجي يهددنا هذا مو عسكري يرفع علي السلاح يقول له فضيه وراك خلاص هذا انا اسكلمك يا ماطا بس لو سمحت لا 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 اسلوب لا اسلوب ولا معامله خلاص يا ماطا انا جالس اتكلم معك الحين حط الراديو رقم عذر بحطه بخمسه خلاص لا سته شوف عندي سكينه ما اسحبها انا بعطيك اياها شوف طب سكينه ايش ما احتاج مسح هذا كله ممنوع يا اخي عناده هو اللي ياكد انه مع سلاح يا اخي حط برقم عضله رقم 6 خلاص ما غير صحيح العناد هذا هو اللي ياكد انه مع سلاح مو عنيد انا كذا اسلوب
شو محتوى. طيب لو سمحت حط الراتب عبد الله رقم 6 لو سمحت. هذا عنيد ما مش على امرك ولا على بفقد اعصابي انا بفقد اعصابي عندي. طيب انا جالس اكلم الله يهدي. طيب حط السكين مع رقم 6 يلا. انك ما تكلمش هذا قصور منك بس شوف غرفة العمليات كان فيها خطأ ما كان فيها ولا أحد ويوم بتعالجت تقول أنت قلت لي بنفسك روح روح غرفة العمليات لويس أنا رحت غرفة العمليات وخليتها عندك لا تأخر المجرم اللي وراء أوكي أوكي أخوان أنتوا ليه حاشرين نفسكم دقيقة بكلم تيوان الحالة بعدين عن الموضوع الشخص اللي هرب ترفض مرة ثانية بتزيد 10 مرة ثانية بتزيد 10 زيادة عادي يا طويل العمر عادي ازرنا 50 يا محمد نعم والله تشوف لا والله انه ما يمشي من الزنزانة الا لما يحط اي حاجة فقم 6 خلص راحتك هو عنيد هو عنيد انا اعلم هو عنيد معك حق هو عنيد انا اعلم سيف الباب اي سيف انت انت عنيد طب شوف لو حطيت السلاح برقم لا لو حطيت الراديو هذا لست كم محكومية تصير؟ يا عسكري عجل علينا عجل أنت 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 عليك عدم عجل علينا يا عسكري عجل أنت عليك عدم انصياع يا أخي أقسم بالله طب كم 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 حطها 10 مرات وما تقدر حياتك يعني لا عدم انصياع وما تقدر حياتك أنت طب شوف أنت عسكري ولا مجرم؟ عسكري على أساس تهددني تحط السلاح براسي ما سويت شيء عشان كنت عنيد عدم انصياع على أوامر الشرطة هذا الحين شوف ولا تقدر حياتك لو احط سلاح لو احط سلاح بعض بس كم انت تعرف الحين انه معي تصوير لو وديته الحين للاداره العليا ايش بيصير فيك وش الاداره العليا وش الاداره العليا مين الاداره العليا كيف برنامج يا اخي مين برنامج الدوله مين احنا مين انتوا الو الو اداره العليا مين يا يقول لي باشياء غير صحيحه يقول لي اداره العليا قفل 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 الباب قفل الباب قفل الباب هذا ما يمشي شو هاي يا زلمه زلمه يقول لي اداره العليا مين هذا مين هذا يا زلمه عبد رمضان هبل يا لويس يا لويس لو سمحت لو سمحت لو سمحت انت هبلت مع الرجل في الزنزانات هو انا هبل بروح ورا الشمس يا لويس لو سمحت سيبني مع الرجل في الزنزانات محمد رمضان نشوف وش هاي تجنيت كلمني عليها يا اخي ايش رايك تطلع من الزنزانه لو سمحت يا لويس عسكري قليل الحياة والله يا لويس يا لويس قاعد اطلب منك الاحترام يا لويس استريح واطلع برا الزنزانه ابشر كيف الدارة عليا؟ قاعد تخرط مرة ثانية قاعد تهبد لا لا يهبد يهبد لا يهبد 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 مين إدارة عليا قلت لي؟ عرفنا عليه استغفر الله العظيم وأتوب إليه وترتني وترتني الله ياخذ إبليسك مين إدارة عليا؟ ولاد عمي ولاد خلاني أنت إيش دخل؟ حط الراديو فقم 6 يا مواطن والله نعم منك حط الراديو فقم 6 يا مواطن تكي هنا انا بجلس هنا بعد يلا ما حط الراديو فقم 6 يا مواطن اجلس هنا بسم الله يعني 25 انا معالي تي 1 0 3 معالي تي 1 0 3 0 جرته مرر حاليا انتوا وحده شغره 06 هل حاليا عندك حاله الحين ما شاء الله عليك فور تعامل مع حالات راح ننتهي قريبا اي حاله 104 104 فقط احتاجك في الزنزانات بس ما في مشكله طول لك حقه والله اقسم بالله وانا موجود ما تمشي من هذه الزنزانه الا لما تحط الراديو في رقم 6 طب انا ما بحطه بظل هنا تبي عناده والله ما في عناده ما حط راديو يعني صح اي ما حطه والله ما وما تخاف على حياتك ما اخاف على حياتي ما تخاف على حياتك تمام تمام والله لو اجلس من هنا لين اسبوع كامل ما امشي تمام تمام تبيها 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 بالعناده والله انا ما في عناد مني اذا تقول لي انت 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 الايس كريم اثر عليك تتكلم عن اشياء انا ما اعرف تتكلم عن اشياء والتزم الصمت بس صحيح التزم الصمت انت ما اعطيتني حقوقي انا ابي محامي ما ذكرت لي وش انا مسوي
مش انا اللي القيت القبض عليك يا حبيبي، اللي القى القبض عليك هو. طيب طيب طيب, طيب. لا غير صحيح، تجاز ترفع السلاح علي. وين وين حن انت عسكري ولا مجرم؟ ما هو انت عنيد عدم، هذا اسمه عدم انصياع لاوامر الشرطه. مو كذا حبيبي، انت عسكري مو مجرم، تيجي تحط سلاح براسي تقول لي فضيها براسي. هذا السلاح في راسك تقدر تسوي شيء؟ اقدر اسوي شيء. تقدر تسوي شيء؟ ما اخذ تقدر تسوي شيء سويه. ما اسوي شيء، ما بس ما يعني ما تحسبني بخاف، مش خايف ابدا. اي طيب خلاص، طالما انت مش خايف يبقى اتمنى انك تلتزم الصمت. ايش اسمك انت؟ ايش اسمك انت يا مواطن؟ ارفع يدك وديني ظهرك. معك هويه؟ ما صحيح. معك هويه؟ ما معك هويه؟ صحيح. طب ارفع. طب ايش اسمك؟ احمد. احمد محمد. احمد محمد. طيب حاليا انت كم سياره عندك يا احمد؟ عندي سيارات واجد، عندي خير. كم سياره؟ كم سياره عندك يا احمد؟ تقول لك لو عندي سياره، وحتى لو ما عندي سياره شيء ما يهمك. يا اخي رد على قد السؤال، كم سياره ما عندك؟ ما لك شغل. ايش؟ ما لك شغل ولا شيء؟ مالك شغل. مالك شغل؟ مالك شغل. كم سيارة عندك يا حبيبي؟ مالك شغل. تركي يا محمد، تعال 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 ادخل الزنزان. معليش يا فان يا بوي. دي دي يا بوي. سادي يا مجرم يا جنس يا محمد رمضان، اسمعك الحين تعرف كل شيء بالصوت يا بوي. تسمعني انت ويتكلم ولا ما يتكلم؟ يتكلم يتكلم. انا ما اشوفه، اقول له ما يشوف. ما يشوف. طيب ما يشوفك يا. اشوف اثنين بس ما يشوفني. طيب سألوه سألوه قولوا انت كنت مره راكب جي كلاس اليوم مع ناس. انت كنت راكب جي كلاس يا مواطن ولا معك جي كلاس؟ لا ما عندي جي كلاس. اركب اكيد عندي جي كلاس. يب احلف بعد. لا ما يحتاج. ما عنده يعني جي كلاس ولا ركب مع جي كلاس. سكاي لاين ولا بي مدري مازدا. طيب مازدا شوف انا بقول لك ايش المكروبات اللي عندك يا مواطن؟ مو حق تراك ابراك ناس خويه لسه 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 فانا عندي عندي كنت راكب انا بدباب، ما كنت راكب لا سكاي لاين ولا جي يقول كلاس. يقول انت دباب يا حضرتك عسكري. مو عندي انا كنت راكب حق خويي. كان راكب مع ناس ما راكب مع ناس بس مركبات ذي. لا يقول يعمل كلهم في نفس العصابة يعني. كيف مو عصابة؟ على أي أساس تهبد أن احنا عصابة؟ كيف عرفت على أي أساس؟ وال وال جماعة والجاكيت الجاكيت اللي أنت لابسه ده إيه؟ جماعة مو لبس عصابة، لبس عائلة ده. هذا هذا يا أخوان والله عنيد. ولا يسمع كلام يا عائلة. وش يعني ما تشوف أحد شيء هنا؟ طب ثواني بس اسمع عليك يا هلا. هذا ايش قدها يعني كذا واقف يعني؟ لا لا طول عمرك. الناس الموجوده هنا عشان كنت انت والرجال طيب ذا. هذا ما يحترمني يا طول عمرك. ليش يقول لي بفضل السلاح؟ يقول لي 18 صاصه بفضيها براسك. يقول لي الحين والله لا فضيها بحقك. ايش رايك؟ شوف والله انك ما تستاهل وجهك. هذا ما يصير. اول شيء تبغى تشتكي علي الباب بعدين طول العمر. الحين في شيء اسمه يقول لي رقابه، ما ادري وش يتكلم ذا. ما قلت رقابه، ما قلت رقابه. بس انت تعرف التهم اللي عليك يا علي بالحرام اني ما قلت رقابه عليك. نعم يا طويل العمر ما تقولنيش كلام ما تقولونها يعني. يا اخوي خلي اعلى منك يتكلم. انت عارف التهم اللي عليك؟ لا ما قلت شيء. ما قال لك تهمل علي. يقول لي بفضل السلاح. مش انا اللي القيت القبض عليك، انا قاعد اتعامل معك. قول لي تهمل علي. طيب اللي القى القبض عليك هو اللي يتفاهم معك. ايش عليه يا كنت مباشر انت؟ هو اي كنت مباشر. هو كان في حاله اشتباك شوت فاير بين عصابتين، عصابته وعصابه باللون الاحمر. حلو؟ عليه شوت فاير وتقريبا محاوله اسقاط عسكر.
طيب قاطع سكار. طيب وش المشكلة؟ المشكلة انه شخص يا طول عمره ليش ما ياخذ الجرأات يعني؟ في عائق يعني؟ في عائق هو ما يدري. في عائق كبير جدا اسمه العناد. سلاح انت وش العناد في داخل هذا 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 ش... وش العناد وش يعني؟ وش وش؟ كيف عناد؟ اسمعني ما يخاف على حياته. ولا راضي ما علينا ما علينا ولا راضي ينفذ اوامر الشرطة. اخذت الاغراض اللي معه اخذت السلاح. شوف انا فتشت شنطته حلو لقيت سلاح قلت اسحب السلاح قال لي ايتم دازنت اكزيست يعني هذا الشيء مش موجود حلو فانا قاعد اطلب منه انه يحط الراديو في رقم 6 وهو على كلامه انه رقم 6 فاضي عضله رقم 6 فاضيه صح هذا على كلامه انه عضله رقم 6 فاضيه قاعد احط قلت له يحط الراديو في عضله رقم 6 ولا ولا يراد ينفذ اي كلمه البت وش تاكد طيب خلاص السلاح الشخص مع سكينه ايش مع سكين هذه فين 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 وديها هذا شخص عنيد والله والله عنيد هو هي مع شيء ممنوع اللي هو سكينه ما مع سلاح ما كان مع يا اخي قلت لك كان مع سلاح ولما جيت اسحبه قال لي ايتم دازنت اكزيست يعني تقريبا هو حط في عضله رقم 6 وعناده العناد اللي هو قاعد يعانده بانه مش عايز يحط السلاح مش عايز يحط الراديو في رقم 6 هذا اكبر دليل انه مع سلاح طيب ليش ما يبي يستجيب لك يعني لانه عنيد هذا الحين هذا معند شوف حتى معالي حتى معالي تي 9 حتى معالي تي 9 ما يطلع سلاحه دي ايش السالفه ما يطلع سلاحه يطول عمر اي ما يبي ما يبي اي شنو شنو عادي عادي عارف حله والله عارف لا لا انت بس شنو لا 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 والله والله ما والله ما يمشي بالزنزانه هذا معي بس اسمع تعال بتاعنا الحمد لله والله بقول لك شيء ها هذه خطه استخدمها انا ليش صوتك بس ها طيب رجال اذا سجن تمام حلو انا معي رتب عاليه يمديه مسؤول له انجيل نسجنه التهم اللي عليه نسوي له انجيل واحنا عند السجن اول ما يطلع نفتشه نلقى سلاح ناري معه فوق طالع من العضله هذه مسويها على مجرم حلوه هذه بس ثواني هذه بس ادينا مثلا ايه 10 دقائق نشوف اذا 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 كان استجاب كان بها واذا ما استجاب خلاص بنروح ننفذ يا رجال هنا على طول استلم على طول واعطوا سول انجيل يسوي الانجيل معالي لوهاي ولا معالي تي 1 بس بشوف بس الحين لا تقول لحد عنها ها اي ما عليك ما عليك ما عليك فقد طلع فقد تبقى طيب يا هذا التمثيل تمثيل صح يا تركي ليش ما تحط في العضله السادسه ما مجرم مين هذا اللي يطلق ايش تبغى مستشفى خارج المركز قول يطلق يخرب يعني ايش اسمك انت يا عمر ايش في داخل هنا نار يا جماعه الخير يخرب انا شفت المجرم اللي هنا قبل شويه ايش اسمك الا لا سبب عدم استجابتك لاوامر الشرطه يعني ليش ما افضل اللي يقول لك ليه لا اسكت نفخت يا طول عمر رهيب ايش اقول لك نفخت خلاص مو السلاح نظر 6 اسحبه وليش ما تحط الراديو في رقم 6 ليش ايوه هذا ليش ما تنفذ الامر هذا هو ونتأكد هل أنت عليك اشتباه ولا شتفيا؟ هنا في فرق يا طب شوف يبيها عنادة والله ما عندي مشكلة وتكي هنا من اليوم لين أسبوع كامل طب والله ما في عناد مني ترى طب كم سيارة عندك أنت يا ماطن؟ أي خصة كم سيارة عندي الحين جايبنا على اشتباه شتفيا هذه أسئلة عسكرية ترد عليها كم سيارة عندك؟ الحين ايش دخل؟ اشتباك شتفير خلاص انا بسلم حالي هذا شيء ما يخصك هذا شيء ما يخصك انت رد على السؤال على قد السؤال استغفر الله رد على قد السؤال يا مواطن تعال يا مواطن رد على قد السؤال زلتك انا ثواني بسمع عليك ثواني معلش استغفر الله عندك سيارة طيب؟ سيارة واحدة؟ ما يخصك ما أعرف 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 تمام هلا عشان يطلع هو ما مع غرض أبدا صح؟ هلا معليك شو عطا نشيلها سويتها بواحد كان بيصيح
ذكرى ثانية. عادي اتركوا جوا. أنا والله ترى اتركوا جوا لين بكره. لين بكره. أنا بس محاسة. إذا كذا ما حد مستويت لا أنت ولا هو. مين؟ تعلم. أنا هو يبغى سلاحه صح يبغى سلاحه؟ أيوه. نحن أقصى عدى حد مسموح لنا نسجل 120 عطى 120. لا لا أنا بمسك حالته. وأنا أجيب سلاح. لا لو سمحت يا أخي لازم كذا كذا ما راح ما حد بالسويد. إذا كنت بالبداية. طب اسمع. اسمعني. تعال تعال سوان. حياك الله. اسمع حاول تسألوا عن كم سيارة عندك تمام؟ ليش؟ ليش أنا قاعد أسأل؟ لأن خمسة أحبابك فيها كهرباء. هو لما قلت له اديني اسمك قال لي اسمي أحمد محمد. حلو؟ يبصم يبصم ما في مشكلة يبصم. ها؟ يبصم. طب البصمة تطلع اي دي ما بعرفش أتصرف فيها. حطه في الـ MDT. لما يطلع البصمة افتح الـ MDT. روح عند هذا اسمه أسامة الشيخ أسامة الشيخ. كيف عرفت ثواني كيف عرفت معليش اسامه الشيخ هذا الجو كيف عرفت طيب اسمعني مش مهم كيف عرفت المهم انك عارف تتفور زود على الشخص انت حال شخصيه عندي سياره نعم تتفور تجيلك نعم يا يوسف يوسف تسمعني عفلت يا بوي يطايك الزحاف اديني ظهرك يا مواطن كلم برادي مرة ايش بيصير اديني ظهرك يا مواطن اوه يما خوفني يا الله سحبت منه كل وسائل التواصل في خارج هذا المركز انا برادي مكلبش الزاهر شلت منه الراديو وشلت منه التليفون ليش تبي تسأل عن السيارات ليش اسال عن السيارات نعم تعال معي تعال انا ما شفت بس كنت بدي ما عليك اسمعني هو قال لي ان اسمه احمد محمد لما شفت احمد محمد لقيت انه ما عندوش اي سياره انا عايز اساله عن السيارات عشان في حال اذا طلع عنده حتى لو سياره واحده وسجل عليه انت حال شخصية تمام اكيد كتبت اسمه صح طيب لا خلاص لا انت ركز على الحاله هذه اسحب على الحالات السابقه ممكن السياره مسروقه حقت ركز الحين على الحاله هذه ما مع سلاح على كلامهم ما مع سلاح هذا ايش اسمه شو تفير بس عدم من صياح لا هو من شرطه في مع سلاح ما مع سلاح مستخدمه هو يا اخي ما عليك مستخدم السلاح يا ما عليك شو تفير هذا موجود هو مش تفير صح دي موجود هو شوت فاير شوت فاير عطى شوت فاير وارفع اسمه اللي شو اسمه ما قاطعك هلا الرجال موجود بشوت فاير صح مع سلاح بس ما يبي يطلع له اي بس انا موجود بكان طلق النار يعني طيب بس لا دقيقه بسالكم سؤال هل هو مستخدمه شايفين انه مستخدمه بعيونكم اذا انت فين كلهم مسقطين انا مش شايف شيء مسقط طيب كان في شوت فاير طيب على طول صادق طيب من الممكن ان الشخص كان مو هو مستخدمه يمكننا شيء يمين يسار فلا ما يسقط ما يسقط ما استخدم طيب دقيقه 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 طب بس ليش لابس بريان عضو شلون لابس لبس عصابه يعني عصابه ومعاه سلاح حتى يعني استغفر الله العظيم ايه طيب سحناري يتبعونه حتى لو ما استخدمه إذا كان مصرح إذا كان مصرح أقل من 50 طلقة فعادي يمكن في مكان شو تفير كان تعليمات جديدة يقولون ما في شيء مصرح أنا اللي سمعته آخر مرة أنه إذا كان تحت 50 أو فوق 50 بشوي عادي يعني 52 53 هذا عادي أقل منها ما في مشكلة أنا هذا اللي سمعته اللي عارفه من 101 وللشيف اللي يقول كل الأسلحة ممنوعة مصورها كلها ممنوعات استخدمه ما استخدمه يعتبر ممنوع هو مولود أصلا كان شيت فاير ما بده يطق علينا يعني مو شرط يطق علينا
موجود بكاتش تفير، فكل اخويا انسحب سلاحه من له هو غير غير كونه في عصابه اصلا ينسحب منه سلاح. طيب انتم شوفوا الوضع والمدير ما عليك، انا مستعد اجازه بس انت بس انت عدل اسلوبك مره ثانيه يا محمد رمضان لو سمحت. انا باذن الله مع مين؟ اسلوبي مع مين؟ لا 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 هذه هذه كذا لا 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 ما لها فايده. اي لا 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 هذا ما سويت. طيب بس انت القيت القبض على شخص، تم القاء القبض عليك من شرطه الاس بي دي بتهمه كذا اذا انت شايفه بعيونك. وكيف عرفت انت اللي هذا اللي صار؟ كيف دريت؟ دريت ما لك دخل، جايني رساله على طريق الايميل. تمام. ايوه يلا تكلم، ترى صدق اتكلم معك، جايتني رساله على طريق الايميل. حلو تمام كمل كمل كلامك. طيب محمد انا جايك عن طريق اسلوب. حلو. تجي تقول له حبه حبه. اقول له حبه حبه. فهمت؟ اي حبه حبه. عشان يكون الشخص فاهم ومتفهم جميع الاشياء. طيب خلينا نترك هذا محمد العنزي الله يستر عليه. ما هو محمد العنزي، ما دخل محمد. لا على فكره محمد العنزي، اسمعني محمد العنزي هو الوحيد اللي القيت القبض عليه وقلت له هذا اللي انت قلت عليه. هلا والله يطول العمر ارحم ما ارحم. هذا والله سعيد. سريع طويل العمر. انا اسالك سؤال، ايش رايك في اسلوب محمد رمضان؟ ايش سوى؟ ايش رايك في اسلوبه؟ اسلوبه احيانا تبن بس يعني. ايوه خلاص شو شاهد احيانا تبن. اقول لك ثانيه محمد رمضان احيانا تبن يعني. اسمعني ركز في كلامه. هو قال احيانا تبن لانه في ناس. انا الاحيان عندي 900 معليش شدت لانه والله في ناس ترفع الضغط مثل هذا مثل هذا ما يخاف على محمد رمضان داخل ما يخاف على حياته ولا راضي. طيب دقيقه يا معاليك، اذا ما عليك امر تسمح لي اني امثل عليك عشان يفهم. يلا طيب مثلا رفع معاليه يدينا كلبشت معاليه، تم القاء القبض عليك من شرطه الاس بي دي بتهمه اشتباه طلق نار، يحق لك التزام الصمت، كذلك يحق لك توكيل محامي ان وجد. طيب يعني انت تقول له كذا حبه حبه، فهمت؟ طب طب الشغله الثانيه انا جاني خبر ان تصويرك واجد، تراك منتف في عصابه. كل شيء يجلس يتصور، ما ادري عنك بس اشفاف اليوم اصدقائي. هذه الصور شخصيه حبيبي، حق اخليها عندي في جوالي. صور شخصيه مش نص الحاله تتصور، مش نص الحاله. مين قال لك بنص الحاله؟ انا انتظر، انا وديتهم المستشفى، انا كان عندي كام 4 مسقطين في المركبه. حلو، وديتهم المستشفى وكنت في انتظار الوحدات، فرحت اخذت صوره سريعه قبل ما تيجي الوحدات. انت بتسكت محمد رمضان؟ اسكت مين؟ انا عايز اتعامل دقيقة. مع الحبيب اللي هناك ده. طيب دقيقه محمد رمضان تفضل خذ هذه الشغله واسكت تكفى. ايش هذه؟ وش هو؟ ادري انك تحب هذه الاشياء واجد. طبعا على فكره اسمع معايا واحده. طيب تعال الخزنه فوق، اذا ما طلعت لك سلاح مو عمرك شفته ولا عمرك. ديقل معي ديقل ولا تعال اشتخل ديقل يا اخي. ما انا ما تغرني اسلحه الخزنه يا سعيد. تعال انا اتعامل مع الحلو اللي هناك ده. انا مسكين يا طويل العمر. هذا روح الحق اللي اعلى منك بالحقه يا اخي لو سمحت. صح تحبه انت يا اخي. ايش هو والله تحبه؟ انا والله ما احب غير الهيفي، حتى الديق يعني يزين الهيفي والديق عنده يزين الهيفي والديق. هتديني ساعتين اصبر وريك. طب اسمعني، طب خلينا نقول حاجه دلوقتي. انت لو اديتني سلاح نزلني بس معلش. ايش في ايش في ما يفتح الباب؟ فتح يفتح. تعال انزل. اسمعني خلينا نقول حاجه لو انت اديتني سلاح تقيل دلوقتي، خليني اقول لك حاجه. لو انت اديتني سلاح تقيل دلوقتي انا هستفيد بيه. انا عندي سلاح ثقيل، واصلا الحالات اللي بنستخدم فيها اسلحه ثقيله يعني حالات بسيطه جدا. بسم الله يا ساتر يا شباب.
بسم الله. اوبا ايش هذا؟ بسم الله. يا ابن الذين انت والله ما تعال يا ابن الذين عندي حالة اصبر عندي حالة سريع فرح تعال اصبر تعال وشو تعال فين راح هذاك؟ وينه؟ ثابت اوه ها؟ اوف ايش قاعد يصير؟ شكله محمد شوير امش من زمان ما طلقت اسرع يا محمد رمضان عاد المستشفى قصدك ما دومت يا هذا معني هذا خلوه هنا يوم يرجع بنوديه عشان ما حد يدوته اقسم بالله العظيم فرانك فرانك فين؟ متوجه لس شتوير حاليا 10-4 جوني 10-4 متوجه لك حاليا بس دقائق